سلام دماري اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الرهون، باب أجر الأجراء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد. ضعيف جدا أيضا سويد، وحاوره إن كان روى له مسلم وقالوا لا عتبوه على ذلك. قال: أن لي بصحيفة حفص بن ميسرة، لا رويها إلى سويد بن سعيد. قال: حدثنا يحيى بن سليم. يحيى بن سليم ثقة وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم شيخ صالح محله الصدق، لكن لم يكن بالحافظ يكتب حديثه ويحتج به. ترك أحمد وقال فيه تخليط يخالط الحديث. قال العجلي ثقة، قال الدارقطني سيء الحفظ، قال ابن حبان يخطئ. الحق أنه يعني الفصل في يحيى بن سليم القرشي هو ثقة اختلط، وهذا ضبط الأمر. من روى عنه قبل أن يختلط فحديثه صحيح، من روى عنه بعد ما اختلط فحديثه ضعيف. والحق هنا الآن يعني اختلط أو لم يختلط يروي عنه ضعيف جدا سويد ابن سعيد، فلذلك الحديث فيه ضعف، حديث ضعيف. قال عن إسماعيل، عندنا سويد وأيضا يحيى بن سليم. قال العصابة يعني تعصب الجناية تعصب بسويد بن سعيد. قال عن إسماعيل بن أمية ثقة، قال ابن معين ثقة، وقال ابو زرع ثقة، وقال ابو حاتم صالح. قال عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري، كما بينا قبل ذلك سعيد بن ابي سعيد المقبوري ثقة، ويروي عن ابي هريرة اما مباشرة واما عن ابيه بواسطة ابيه عن ابي هريرة. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه، ابو هريرة رضي الله عنه ارضاه من السبع المكثرين عن النبي الامين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأجل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي أجري. قال المصنف رحمه الله، أو أنا سكنت أخطأت، بس هي تمشي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عباس بن الوليد. العباس بن الوليد الدمشقي ذكر محمد في الثقات، وقال مستقيم الحديث، وهذا توثيق. وابو حاتم قال شيخ، قال حدثنا وهب بن سعيد. وهب بن سعيد ذكر ابن حبان في الثقات، نعم هو ثقه. قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال ابن معين ضعيف، وقال النسائي ضعيف، وقال احمد بن حنبل ضعيف، وقال ابو زرع ضعيف، وقال ابو حاتم ليس بالقوي في الحديث. عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف. قال عن ابيه زيد بن اسلم وهو من الثقات، قال ابو زرع ثقه، وابو حاتم قال ثقه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الله بن عمر من العبادله الاربعه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الامين، صحابي ابن صحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. قبل ان يجف عرقه. نعم. هنا الان هذه الاحاديث، احاديث كلها تتكلم على أجر الأجير، وأن المظلمة في تأخير الأجرة. فأما الحديث الأول ففيه الخصال الثلاثة، قال فيها الحديث ثلاثة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أنا خصمهم، والقول هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الخصم. أما رواية البخاري ففيها ما هو أقوى من ذلك، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم، يعني الله هو خصيمهم يوم القيامة. وإذا كان الله خصمهم انتهى الأمر، لا حجة لهم بحال من الأحوال. لذلك قال: ثلاثة أنا خصمهم. فعلى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خصمهم، وعلى الثاني أن الله جل وعلا هو الذي قال أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خصمه خصمته. طبعا إن كان الله خصمه فلا حجة له بحال من الأحوال، لأن خصمه هنا في بيان الحجة. فمن يشفع له عند الله جل وعلا؟ من تكون له الحجة مع الله جل في علاه، وهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فتكون المحاججة يوم القيامة، وهذه ظاهرة جدا، المحاججة ظاهرة جدا يوم القيامة، عندما ترى بأن الله جل في علاه يجمع الأولين
الآخرين، والكل يشهد على نفسه كما قال الله جل في علاه: يوم نختم على أفواههم وتشهد وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإذا المحاججة عظيمة يوم القيامة، وهنا لما يقول الله تعالى أنا خصمهم، إذا قد خصمهم الله جل في علاه، ولا حجة لأحد مع الله جل في علاه. هؤلاء الثلاثة أكيد أتوا بكبيرة من الكبائر العظيمة. قال ثلاثة الخصوم يوم القيامة، قال رجل أعطى بي ثم غدر. هنا رجل أعطى بي، يعني هو كيف أعطى بي؟ الصحيح الراجح هو الآن تحمل الرواية على أن القائل في ذلك هو الله جل في علاه. لذلك قال رجل أعطى بي، يعني أعطى بي بالقسم، أقسمك الذي يبيع ويقسم اليمين الفاجرة المنفقة للسلعة المحقة للبركة، فيقسم بالله أيمنات مغلظة بأنه اشتراها بكذا، ويكون بذلك على الكذب، يكون كاذبا في ذلك، فيبيع ويستجر الربح من الناس، ولأنه خدعهم بالله. ولذلك قال عمر الخطاب وغيره، قالوا من خدعنا بالله انخدعنا، من خدعنا بالله انخدعنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى جل في علاه ورجل، قال رجل أعطى بي ثم غدر، يعني هذا الرجل الذي أعطى بي يعني أقسم بالله جل في علاه، فلهم الويل كل الويل، ومثل ذلك عذابه لا ينقطع، وأن الله جل في علاه قد هددهم بهذا القول بأنه خصمهم في هذا الباب، يعني عهد عهدا وحلف عليه ثم نقضه، أو باع بيعا بقسم وغرر بالناس ودلس عليهم وأخذه، أو كما قلنا عهد عهدا ثم أقسم بالله على الوفاء بهذا العهد ولم يفي. كل ذلك ينزل تحت قول الله رفع له ورجل أعطى بي ثم غدر، ورجل أعطى بي ثم غدر. وهذه مشكلة كبيرة جدا في الغدر، فإن الله لا يحب الغدر والخيانة، ولذلك قال الله تعالى فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، معناه قال يمكرون يمكر الله، وقال يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لكن عند الخيانة لأنها نقص من كل وجه، قال الله جل في علاه قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فهنا غدر به، يعني هو بعدما أعطى بالعهود والموثيق والقسم بالله جل في علاه فصدق الناس وما أعطوه إلا على القسم ثم غدر بذلك، وهذه خيانة، والخيانة عند الله منبوذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف شديد، أو قل هو ضعيف، والمعنى قد تشهد له كثير من الأدلة في قوله فيما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنكر عليهم، عندما قبض يده عن ابن أبي الصرح ويأتي له يريد أن يبايعه، وأن السلام لا يفعل، ثم قال أن السلام أليس منكم رجل رشيد رآني قبضت يدي، يعني أنا ما أريد أن أبايعه، قبضت يدي فيقوم فيقتله. قالوا لو أشرت إلينا يا رسول الله، لو أشرت إلينا بعينك، يعني قال أن السلام ما كان للنبي أن يكون له خائنة أعين. فالخيانة من أعظم أسباب العقاب، والخيانة من أسوأ صفات المرء. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. أم إسماعيل بن إبراهيم تسأل هل يجوز أن تقول أن صديقتها ألي توفاها الله كما نقول رحمه الله أم لا يجوز، وتسألك الدعاء لصديقتها، ماذا تقول؟ طيب ماذا تقول؟ تقول يصح أنها تقول رضي الله عنها مثلما تقول رحمه الله، مش موجود رضي الله عنها. نعم لها أن تقول رضي الله عنها للتردي، وإن كان الأمر كان قاصرا على الصحابة رضوان الله عليهم واشتهر على ذلك، لكن يجوز أن تقول رضي الله عنها من باب الإنشاء، هذا إنشاء في سورة الخبر، كأنها تدعو الله أن يرضى عنها، تدعو الله أن يرضى عنها، لها ذلك. يا ماتت الله يسكنها في سيح الجنات، اللهم اسكنها في سيح الجنات، اللهم اغفر لها الزلات والسقطات والهنات، نسأل الله جل في علاه أن يعملها بعفوه وكرمه وحوله وقوته سبحانه جل في علاه، وأن يجعل على قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يلهمها حجتها، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلها في عليين. اللهم ارحمها وارحم أموات المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. إذا قلنا بأنه يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. ولذلك قال ثلاثة، هو أول هؤلاء الثلاثة، رجل أعطى به ثم غدر، يعني عهد عهدا وغدر به، والخيانة كما قلنا لا يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نفي لهم بعدهم ونستعين الله عليهم.
والغادر كما قال سلام لكل غادر يعقد الواء يوم القيامة يقال غدرة فلان. قال والثاني, هذه الصفة الأولى صفة الخيانة وهي أعظم الصفات وأسوأ هذه الصفات. الثاني أمين رب العالمين, جزيت الجنة يا أستاذ الزهرة رفع الله مقامك. قوله وقول باع حرا ثم أكل ثمنه, قال باع حرا ثم أكل ثمنه. هنا يعني باع حرا, الحر لا يباع, الحر لا يباع ولا يمتلك, وهذا فيه ما فيه من الظلم, وهذا فيه ما فيه من التجاوز والتعدي. لذلك اسمه كان شديدا لأن المسلمين أكفاء في الحرية, لأن المسلمين أكفاء في الحرية. فمن باع حرا جعله ظلما يعني رقا رقيقا وقيد تصرفه وأنزل من قدره, وهذا كله ظلم وتعدي. لذلك كان الله تعالى خصمه يوم القيامة. الأحرار لا يباعون. فلذلك قال ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه. قلنا بأنه قد ركب الكبيرة على الكبيرة, أما الكبيرة الأولى بأنه باع حرا والحر لا يباع, وقال ثم الكبيرة الثانية أكل ثمنه من حرام, فكانت الكبيرة ولدت كبيرة أخرى وقع فيما من فعل ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى أنا خصمهم ثلاثة, أنا خصمهم يوم القيامة, فمن كنت خصيمه خصمته, والله لا حجة لأحد معه سبحانه جل في علاه. والإجماع قد انعقد على حرمة بيع الحر. وأما الخصلة الثالثة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه, يعني العمل ولم يوفي أجره. طبعا هو الأجرة تستحق بتمام العمل, الأجرة تستحق بتمام العمل, ويجوز تقديم الأجرة, ويجوز من تنجيم الأجرة, ويجوز تأخير الأجرة إلى أن ينتهي. فإن انتهى فلا يجوز تأخيرها, فإن انتهى ورأيت بأم عينك فلا يجوز تأخيرها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يدف عرقه, أعطوا الأجير حقه قبل أن يدف عرقه, فهو قد أدى ما عليه فعليكم أن تعطوه أجرته, وهي الأجرة متفق عليها بينكم وبينهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم, ومنهم الثالث رجل استوفى منه, استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره. شوف انظر دقة الكلام, أنه استوفى منه يعني انتهى العمل, وقلنا بأن الأجرة تكون مستحقة بانتهاء العمل, وقد تقدم وقد تنجم وقد تؤخر, لهم ذلك بالتراضي, إنما البيع عن تراض. لكن هنا إذا استأجر الأجير وقد أنهى عمله ولا فلا بد ألا يؤخر له فلسا واحدا, لا بد ألا يؤخر لهم ولو فلسا واحدا, من باب إعطاء الحق لصاحب الحق, إعطاء الحق لصاحب الحق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا, وهذا أيضا أمر وظهر الأمر الوجوب. ذلك الحديث الثاني بأنه كان فيه التهديد, هنا فيه التجديد, قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يدف عرقه, أعطوا الأجير أجره قبل أن يدف عرقه, وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الإجارة وجواز الإجارة, والحق بأن الإجارة بيع, الإجارة كالبيع, الإجارة كالبيع, إما ملك المنافع, وإما يعني استئجار العمل على المعاوضة, استئجار العمل على المعاوضة, فهو في كل أحوالها بيع, في كل أحوالها الإجارة فإنها بيع. لذلك هي لازمة من الطرفين, لازمة من الطرفين وفيها معاوضة, فنقول بأن الإجارة كانت لازمة من الطرفين وفيها المعاوضة. فإذا اتفق على التراضي, إذا اتفق على التراضي في البيع في الإجارة فلا بد أن يعطيها حقه. يعني قال تعالى فاستعمله على أن يعمل له مكتبة للكتب أو يعمل له دولابا يضع فيه أغراضه, فاتفقوا على الثمن وحدث الإجاب والقبول. أنا قلنا الإجارة بيع, وإذا كانت الإجارة بيع فإننا نقول على أنها يشترط فيها ما يشترط في البيع, فلا بد من الإجابة والقبول, فحدث الإجابة والقبول, وبعد ما حدث الإجابة والقبول صار العقد لازما من الطرفين, صار العقد لازما من الطرفين. إذا أدى المستأجر, إذا أدى الأجير العمل الذي اتفق عليه وجب على المستأجر أن يعطيه حقه ولا يؤخره, إلا إذا حدث تسامح وتراضي بينهم هذا أمر آخر. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة, منهم من استوفى
منه من استوفى استعجل عجينا فاستوفى منه ولم يوفي أجره، لأن هذا فيه الغش وفيه الحق الضرر به، وما كان ضررا لابد أن يزال والضرر يزال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح. وأيضا المشقة تجلب التيسير. هذا آخر ما يقال في هذا الباب في آخر الدرس اليوم، وهو الكلام على الثلاثة الذين خصمهم الله يوم القيامة، وهم الذي باع حرا فأكل ثمنه، والذي استأجر أجيرا ولم يستوفي منه، وأيضا رجل أعطى بالله جل في علاه ثم غدر. هؤلاء الويل ثم الويل من عقابهم عند ربهم جل في علاه إن لم يتوبوا وأوبوا إلى ربهم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا التوبة والأوبة حسن الفيئة لله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصيما لأحد يوم القيامة، فإذا كان السلام خصيما لأحد يوم القيامة فهذه تنبئ بهلاكه، تنبئ بهلاكه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله ثلاثة أنا خصمهم، قال خصمته، قال ومن كنت خصمه خصمته، وهذا دلالة على التأكيد في هذا الباب. فإذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون خصما لمن بدل بعده. نعم، وهذه خصومة استظهر عند أيضا من ابتدع في دين الله في علاه، لأنه قال ولا يزدن عن حوضي ولا يختطفن أناس من بين يدي فأقول ربي أمتي أمتي، يحاجه الآن. قيل يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك، فقال صحقا صحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فهذه خصومة أيضا تكون بعد معرفة ما فعلوا وأحدثوا في دين الله جل في علاه. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن فيه اليوم لا أدري كيف يكون الكلام. البدعة انتشرت وتسيدت وأصحابها تسلطوا، والآن يعني أهل السنة في ضعف لا يعلم به إلا الله جل في علاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضل الأمان، الفوائد أيضا فضل الأمان، استحباب تقديم الأجرة. يعني لا يصبر إلى أن يجف عرقه فيعطيه الأجر، الأولى استحباب تقديم الأجرة حتى لا يقع في المحظور. أنا رجل أعطى بك المحاضرة، قلت لا توجيهان، أعطى بي ثم غدر، بأنه أعطى عهدا تعاهد وأقسم على العهد ثم غدر. والثاني أن يكون باع باليمين. الله أكبر، يظهر سبحان الله، موفق مسدد، على الله يكتب لنا أن نراك قريبا. نعم، الثاني كما قلت باع، وبقاسم المنفقة للسلعة المنحقة للبركة. يقول إذا لم يكمل أجير عمله لمشقة أو تعب ليستحق الأجرة، يستحق الأجرة على قدر العمل بالنسبة، يعني عمل شطر العمل يستحق نصف الأجرة، عامل ربع العمل يستحق ربع الأجر. يقول هل يجوز بيع البطيخ أو البطيخ بالكيلو إذا اشتراه صبرة؟ أجبنا على السؤال هذا وأنت واهم. أنا أعلم. قلنا يجوز يا هشام. ربي يحفظك حبيب. تقول هل هناك طرق لتخريج الحديث، وما هي الأفضل إن تعددت الطرق؟ الأفضل الفارس على أحرف الأبجدية، هذا الأفضل. نعم، تفتي أشرف؟ ما أنت خد؟ نعم، تفتي أشرف أيضا جمع المفهرس وكل هذا، لكن الفهرس هذه الآن سهلت كثير جدا، وهي على الحروف الأبجدية، على ترتيب الحروف الأبجدية. أحمد أبا علي يقول علي صوت الطب، يقول ان ضعف اهل السنه من ناحيه الجهل تاتينا الشبهه لا نعرف الرد عليها، فجزاكم الله خيرا على هذه الدروس. ربي احفظك ويجزاك موازين حسناتك ويثبت لنا ولك الخير ما حيينا ابدا. قبل رأسك، بل انت قره عيني يا هشام، والله العظيم انا اقبل يدك على ما انت فيه من الخير والحفظ والحرص. ان شاء الله انا يعني اتمنى، وهذا الذي يعني اؤمله، أنك قريبا تشرق شمسك وتندفع بك الأمة. تقول هل شراء فانوس رمضان فيه شيء؟ ليس فيه سمة شيء، ولعيه كمان زي ما أنت عايز، وجيبي ثلاثة أربعة خمسة
وضعيهم في كل مكان تجديه مشتعلا، ليس فيه شيء، ليس فيه ثمة شيء. هذه مسألة اتفق فيها عادات الناس وليس فيها ثمة شيء، بل هو يعني يقال أنه الآن من عرف الناس أنه يذكر جدا بقدوم رمضان، يعني فليس فيها ثمة شيء. السائلة على طرق تخريج الحديث تقول أنها تقصد ذلك لغرض الحكم على الإسناد. الحكم على الإسناد يعني إيش تريد؟ هي تريد تخريج الحديث نفسه، توسيع تخريج الحديث وعزوه إلى الكتب الستة أو الكتب التسعة، هذا جيد لأنه هذا يفيدها في مسألة الحكم على الحديث كليات لا الإسناد. أما الإسناد هو الإسناد وتخريج الإسناد من كتب التراجم وتعريف الإسناد كان الإسناد صحيح أم لا. نعم، هذا إذا على ما فهمت من سؤالها، لو فيها شيء آخر ليتها تقول السائلة عن الفانوس أنها اختلط عليها الأمر في أي شيء، هل كل شيء نعمله ليس ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة، لذلك سألت عن شراء الفانوس. جزاك الله خير، يعني لو قلنا بدعة والزير بدعة قصدي التلاجة بدعة، لا خطأ، هذا ليس ضابط هذا، والبدعة لا تكون إلا في العبادات يتقوا الله، فالبدعة لها ضوابط حتى تكون بدعة، ونحن لسنا ممن يحجر الواسع على الناس. البدعة لا تكون إلا في العبادات، وأيضا حتى نقول أن هذا الفعل بدعة لابد له من ضوابط تتوفر، وهذه من عادات الناس، مسألة شراء الفانوس، تعليق الفانوس، تعليق الزينة من أجل قدوم رمضان وتذكر الناس بالقرآن، هذه يعني العرافة التي ليس فيها شيء من التعبد، هذه من باب العبادات. طبعا هذه مسألة مهمة جدا. تقول اختيار المدار الحديث على فلان وعلى فلان، نعم ده يفيد جدا في مسألة السند، وهذا يحتاج إلى تضلع. نعم، طبعا هذا ستجد هذا ممكن تجده عند الطبراني وعند أكثره عند الطبراني. نعم، ويقول أنه سمع الرومية من شرح فضيلتكم واستفاد منها استفادة كبيرة جدا. هذا فضلك يا هشام، هذا فضلك وحسن أذنك، وأنا سأقول ذلك من باب التحديث بفضل الله في علاه. لن ترد فنا من العلوم إلا وفيه فضل شرح، لن ترد فنا من العلوم إلا والله تعالى من علينا بشرح فيه موجود على النت أيضا. نسأل الله تعالى فعلا أن يديم علينا هذا الخير وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم وأن ينفع به الأمة الإسلامية. أما حكم عيد الميلاد فهي بدعة، عيد الميلاد فيها بدعة، وإلا لا يقال بأن هذه من عادات الناس. كيف عادات الناس والمسألة أصلا فيها إظهار السرور والفرح والاجتماع وهذا مدعاة لإدخال السرور على الناس بهذا الباب، فهذا فيه نوع تعبد، بل وفيه نوع تزكية، بل وفيه أيضا نوع غفلة. كيف عيد الميلاد تعمل له حفلة وأنت ذاهب إلى الموت، كلما مر العام أنت ذاهب إلى الموت، فهذا فيه بدعة ضلالة أيضا. وأما المتساهلون الذين يقولون بأنهم متمذهبون متهوكون، هؤلاء يعني حقا لا ضبط لهم في هذا الباب. المسألة مسألة عبادة، والأصل عبادة التوقيف الله. طبعا أصل حكم عيد الميلاد عندما نقول عيد الميلاد صحيح يبقى إذن عيد المولد النبوي، هنتكلم عن عيد المولد النبوي، وهذا هذا الذي يرعبهم، هم يريدون إطلاقا لا ما تحتفل بعيد ميلادك ما فيها مشاكل، وهو الأصل في ذلك هو يريد أن يذهب إلى عيد المولد النبوي. فنقول له الحجة جاءت عليك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل، الصحابة لم يحتفلوا، التابعون لم يحتفلوا، تابعوهم لم يحتفلوا، إذن هذه البدعة المميتة التي جاءت في المتأخرين من أين أتوا بها؟ ورهبانية ابتدعوها، ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايات. عندي شريط ساعتين موجود في إسلاموي الأخ يسمع لهم في بدعية الاحتفال بمولد النبوي. نعم، يقول عيد الأم ما فيه شيء، لأن لي زميلتي في حفظ القرآن قلت لها على عيد الأم ليس بعيد، قالت لي حتى لو بدعة يكفي أننا بنفتكر أمهاتنا ونهديهم هدية. غفر الله لأمك، غفر الله لك ولأمك ولأم أمك، يعني أنا أريد أفهم أمك، يعني قولي لها فأنت لا تفتكري أمك إلا في يوم اليوم اللي هتديها هدية، يكفي أننا نفتكر بأمهاتنا ونهديهم هدية. يعني بالله عليك إذا الأم تكون منسية طيلة العام إلا في اليوم الذي تهدي لها هدية، هذه حج عليها دون الكلام أهو الآن.
بارك الله فيك صالح، والله أعوزتني رؤياك كما قلت لك لعل الله يجمعني بك قريبا، حفظك ربي ويسر عليك أمرك ونجمع بيننا في الجنة. يقول حاتم يقول لقب لا ينزعك فيه اليوم أحد محي فقه الأولين تأصيلا وسلوكا، أدام الله فضلكم وحسن الله صحركم وجهركم ولنا أجمعين. والله تعرف أنا لو طرت سعادة أطير بهذا الكلام وأنه يذبح، لكن الحمد لله أن الله أراني نفسي أمام نفسي يعني، لكن أقول جزيت الجنة وأحسن الله عليك، كم لك من فصاحة وبلاغة وأيضا لك من طعنات قوية. نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك، ونسأل الله أن ينشر الدين على يديك، ونسأل الله أن يهدي بك ويهدينا ويهديك ويصلحنا ويصلحك ويجعلنا من الصالحين المصلحين والمخلصين المخلصين، ونسأل الله جل وعلا أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا، ويجعلنا ممن ينصر دينه وينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعل فينا القوة على قمع البدعة وإظهار السنة. تقول في مسألة عيد الأم أنها مين عيد الأم تاني هي اتقوا الله؟ يعني عشان بتقول إن هم بيكونوا في اليوم ده يعني عشان يكونوا مشغولين طوال العام يعني. يبقى إذن بتنسى الأم طوال العام وتتذكرها هذا اليوم، هذا بؤس والله. وكيف وقد قال الله جعل قدر ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبعدين هو هذه دلالة واضحة جدا أن العيد هنا تعبد. رأس عبادات الإيش؟ توقيف. قلب كل على الأمر مع المسلمين عندهم اثنين والعيد فقط. نعم ممتاز صحيح. شوف جنات الخلد ده ودخول اسكت اسكت واتت بتقصير اهو بديع. جزاهم الله خيرا والله، جزاهم الله خيرا. من استمسك رفع. امين. جزيت الجنه سكينة. احسن الله عليك يا زهره، رفع الله مقامكم جميعا، جزاكم الله خيرا يا ايمان. اظن ان الدروس الاسئله قد انتهت. قالت لها البر والهديه في اي وقت. ممتازه ممتازه. انت الان مجادله بارعه. نسأل الله تعالى أن يحفظ بكم وأن يحفظكم وأن يسهل علينا وعليكم وأن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. ولئن نسيت فلا أنسى أن أذكر نفسي وإياكم جميعا بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة الجمعة يوم الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كان في ضعف لكن الأسانيد تأتي متوافقة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من صلى عليه ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وقال يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس. ثم قال سلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. جزاك الله خيرا مخضر، رفع الله مقامكم جميعا، أحسن الله عليكم. فتح باب الأحداث في الدين، ضاعت السنة، وهذا من يحدث قط الوجود. الله أكبر، كم تسعدني يا أخي بخطك الرائع هذا. نعم وربي، كما قال سلم على الوضعين، كما قال الأمير على الوضعين لما قال له يعني أين أنتم من كذا وكذا، وضع حديث قال أعيش لها جابذة. هناك أناس خلقهم الله لنفسه لدينه، اللهم اجعلنا جميعا منهم، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عما تعلم فانك انت العز الاكبر. يغفر الله لنا ولكم الذلات والسخطات وللناس. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.